أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمحافظة بني سويف المرحلة الأولى من حملة بالوعي مصر بتتغير للأفضل بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة. الحملة تهدف إلى تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات إيجابية تؤدي لتحسين جودة الحياة لأفراد الأسرة كافة. بالوعي مصر بتتغير للأفضل، حملة أطلقتها وزيرة التضامن الاجتماعي بالقرى التي تستهدفها مبادرة حياة كريمة بمحافظة بني سويف، ضمن المرحلة الأولى من الحملة التي تشمل بجانب بني سويف ثلاث محافظات أخرى، وذلك بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة. الحملة تطمح إلى تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية تؤدي إلى تحسين جودة الحياة لأفراد الأسرة كافة وتعزيز جهود التنمية المستدامة للدولة. بنستعين بالسادة المحافظين وهم من خلال متابعتهم المحلية ومن خلال رائداتنا الريفيات عندنا تواصل مع رجال الدين بيقولوا نفس الرسالة اللي احنا بنقولها، عندنا برامج في الراديو وفي الإعلام والتلفزيون هتقول نفس الرسالة، وهيكون عندنا متابعة ميدانية ببيانات وبحوث ميدانية وإحصاءات عشان نقدر نتابع التغير السلوك اللي هيتم. بنشجع الأسر، مش بنلومها ولا بنعمل أي حاجة تخليها تمشي وما تجيش، بنشجعها بالرسائل إيجابية وبالخدمة المضبوطة وبالوعي وبالتواصل والاستجابة لخدماتهم. الحملة التي أطلقت تتناول تنمية وعي المواطنين من خلال أربعة محاور رئيسية. المحور الأول تنمية الطفولة المبكرة، أما الثاني برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، المحور الثالث يركز على برنامج اثنين كفاية، أما المحور الأخير فيهتم بالقضايا المجتمعية والأسرة الريفية من خلال الكشف المبكر قبل الزواج ومواجهة ختان الإناث بتنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية والندوات التثقيفية تتوازى مع جهود الدولة لتطوير البنية التحتية وتنفيذ المشروعات التنموية. اللي احنا بنتكلم عليه هو تطوير قرى الريف المصري، لكن تطوير الوعي هو ده اللي كنا الحمد لله معالي الوزيره ما تاخرتش علينا، وانا عارف ان احنا هنلف مصر كلها بيه. مصر كلها وعيها هيتغير، مصر كلها حياه كريمه مش مجرد بس انشاءات او اعمال بتتم في الارض، لا فيها مكون سكن كريم، فيها مكون تمكين اقتصادي، والاهم من كل ده هو الوعي ونشر الفكر الصحيح القويم اللي يخلي بلدنا تطلع وتتقدم لقدام. وتسهم محاور الحمله التي اطلقت بشكل كبير في دعم جهود الدولة نحو التنمية المستدامة التي تعد خطوة نوعية في مجال تحقيق استراتيجية مصر 2030 التنموية، ويمثل أحد أهم محاورها بناء الشخصية المصرية المتكاملة. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري.